يقول: من كان من أهل القنفذة ثم توجه إلى الطائف ثم إلى المدينة المنورة، وعندما أراد أن يأتي إلى مكة أحرم من ذو الحليفة ليؤدي العمرة، هل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح، وهذا هو الصواب الحمد لله، أنه يحرم من ذو الحليفة من ميقات المدينة، لأنه جاي من المدينة فيأخذ حكم أهل المدينة.